راجعين إليك، راجعين إلى ترابك. عاشت سوريا، عاشت حريتها، عاشت ثورتها. الكثير من الأطفال السوريين تشردوا خارج الوطن، لكن المحظوظين منهم من ساقتهم أقدارهم إلى مدرسة الصداقة في غازي عنتاب بتركيا. من مدرسين، رواتب المدرسين، أجور المدرسين، والمكان، تأمين المكان وتأمين الباصات لطلابنا لأطفالنا مع السائقين والمرافقين الباص، كله تمويل من بلدية غازي عنتاب الكبرى. ما بين هذه المدرسة ومدارس سورية في مدن تركية أخرى نجد فرقا شاسعا بالظروف المتوفرة للطلاب والأساتذة. المدرسة كتير حلوة ومرتاحة فيها، وأنا بشكر كتير حكومة تركيا أنه فتحت لنا المدرسة، لأنه في ناس كتير هلأ بحلب عم تتمنى تدرس بمدارس وما بتلاقي مدارس. الطاقم التدريسي كان كتير جيد، وحتى نحن لما جينا من هون يعني كان أهم شيء أنه الناسحين السوريين أنه أمنوا مدرسة للطلاب عشان الطالب ما ينقطع العلم عنده. جلسة الكريمة وفرت لي كل شيء، يعني من قرطاس، من قرطاسية وكتب، وحتى يعني جو الدراسة مثل اللي عندنا في سوريا. وأول ما جينا أصلا يعني كانت معلوماتنا غير مركزة، والحمد لله لا بفضل الأساتذة والطاقم التدريسي والإداري والحكومة التركية يعني مبسوطين الحمد لله. أغلب المعلمين في المدرسة هم جنود انشقوا عن الجيش السوري وقرروا خدمة بلدهم سوريا من خلال تعليم أبنائها. الوضع الطلاب السوريين يعني طالعين من ظروف صعبة كتير وحرب ودمار بسوريا، بس لكن نحن بنحاول يعني نديرهم يشعروا بجو نفسي أحسن، ونحاول إن شاء الله يعني نكمل ندرسهم. طبعاً إنه هاي المناهج اللي نفسها هي المناهج السورية، نحن جبناها طبعاً المناهج السورية تدرس هون، يعني نفس المناهج تماماً، لكن نحن استثنينا الحقيقة إنه في عنا مواد مثل مادة التربية القومية. هلأ بالصف الأول للصف الثامن ما في أي مشكلة، إن كان بالطلاب إن كان بالشهادة، باعتبار إنه يعتبروا هن صفوف انتقالية. هلأ المشكلة الحقيقية هي الحقيقة بتصير هي بالشهادة الثانوية، والشهادة الثانوية لا يمكن الاعتراف فيها إلا إنه تكون جهة رسمية حكومية معترف عليها من قبل منظمات عالمية حتى يتم الاعتراف فيها. مهندس معماري، لأنه بحب ابني وطني، بحب أطلع دكتورة مشان أعالج كل شيء، يعني كل الأطفال اللي هلأ يعني متآزين. بأطلع مثلا مهندس، حاول أعمر هالبلد. طيار. حتى لو ما طلعت شيء أنا بحب أخدم بلدي، بلدنا سوريا اللي نزحنا منها، نحن تشردنا من بيوتنا. ما في أغلى من الوطن. ينظر الطاقم المدرسي من معلمين وطلاب بنظرة قلق على مستقبلهم، لأنهم يجهلون. في عيون هؤلاء الأطفال السوريين تجد الألم في عين والأمل في العين الأخرى، ومن أرواحهم تستمد قوة لبناء سوريا الجديدة. لينا الشواف، أورينت نيوز، من غازي عنتاب، تركيا.